Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Amen. يوم جديد تتسلل إليه خيوط الفجر. تدب الحياة في هذا المنزل الريفي بولاية بنسلفانيا الأمريكية. يجتمع أفراد الأسرة لتناول وجبة الإفطار بنكهة طائفة الأميش، الطائفة التي توقف عندها الزمان قبل 3 قرون. يتناول جوزيف إفطاره فيما تعد زوجته ليندا وجبة الغداء التي سيأخذها معه إلى العمل. المنزل وملحقاته وأدواته البسيطة وبساطة قاطنيه لا تصله الكهرباء التي لا تعتبر أمرا أساسيا في حياة الآلاف من طائفة الأميش. نورهم ضوء الشمس نهارا أو هذا المصباح الذي يعمل بالبطاريات عند الفجر وبعد الغروب. نبني بيوتا عادية، لكننا نضع مجموعة من المستلزمات البسيطة. نحن نختلف عن العالم الحديث ولا نستخدم منتجاته المتطورة لأنها تفسدنا. التكنولوجيا ليست جيدة، فهي تفسد نمط حياتك. إنها لا توفر رفاهية كبيرة، وليس هذا ما يفترض أن نعيشه في هذه الدنيا. تشكل الأسرة الركن الأساسي عند طائفة الأميش، فالتماسك الأسري سر من أسرار حياتهم، وتوزيع الأدوار بين الزوجين تلمسه بوضوح عندما يتعلق الأمر بإعداد وجبة الإفطار. في بعض الأحيان أنام أكثر من اللازم صباحاً وأستيقظ سريعاً، أحضر غدائي ثم أرحل، لكنني معتاد على الاستيقاظ في موعدي وتناول طعام الإفطار والحديث مع عائلتي، ومن ثم التوجه إلى العمل. الفلاحة عمل مرهق جداً، وأحياناً أعود في المساء مرهقاً جداً لدرجة أنني أستيقظ بصعوبة في صباح اليوم التالي. المرأة تمكث في المنزل لرعاية الأطفال والقيام بالواجبات المنزلية والنظافة وغيرها. أحياناً تذهب لزيارة والدتها أو تذهب لشراء حاجية المنزل. بعض نساء الأميش يبعن منتجات الأطفال والغزل اليدوي، لكن هذه نماذج قليلة. نظرة أخيرة في المرآة الوحيدة في المنزل، ويستعد جوزيف الآن للتوجه إلى عمله. لنا باي اكملوا. تبقى ليندا سيدة هذا المكان وحيدة في المنزل، فأمامها يوم طويل، تنظيف البيت وإطعام الأطفال ضمن برنامج أسبوعي وزعت أيامه على أعمال المنزل والعناية بمزرعة صغيرة منها يأكلون وفيها يجتمعون. أستيقظ صباحا وأحضر نفسي وأقوم بتجهيز زوجي للذهاب إلى العمل وتحضير وجبة الغداء لها وأعد الإفطار أيضا، نتساعد معا في ذلك. بعد ذلك بنحو ساعتين أقوم بأعمال المنزل. على سبيل المثال اليوم سأقوم بغسل الملابس وبعدها تنظيف المنزل. كما ترى هو ليس بالمستوى المطلوب من النظافة، غالبا ما أقوم بهذا كل جمعة، مسح الأرضيات وجلي الأطباق وإعادة كل شيء إلى مكانه الأصلي. وصل جوزيف إلى مقر عمله، مزرعة للأبقار يملكها هو وأحد أقارب زوجته، ليبدأ يومه بعلف أبقاره وحلبها مرتين يوميا. يأخذ حاجته اليومية من الحليب لصنع الزبدة والأجبان، ويبيع الباقي لتجار محليين. عندما كنت شابا قررت العمل في ورش البناء، كنت أعتقد أن ذلك أفضل، لكنني عدت إلى عملي الأصلي العناية بالأبقار.
في هذه المزرعة وأدواتها البسيطة والمتهالكة بعض الشيء، يجهد جوزيف وصهره هنري بتنظيفها وتعقيمها والحفاظ على رأس مالهم، فهي مصدر دخلهم الأساسي. مع نهاية فترة العصر يعود جوزيف إلى بيته وأطفاله، لكن العمل لم ينتهي بعد، إذ يبدأ بالأعمال المنزلية مثل رعاية خيوله وتنظيف الإسطبل وأيضا قن الدجاج. حتى ابنته ذات الأعوام 9 تعتني بحصانها الصغير في علاقة تعكس متانة العائلة من جهة وما ألفوه واعتادوا عليه من حيوانات من جهة أخرى. على جوزيف الآن أن يجهز الحصان بمساعدة أطفاله ليجز العشب في فناء منزله بهذه المعدات التي تعمل بمحرك ميكانيكي يجره حصان. الحصان والعربة السوداء هما الوسيلة الأكثر استخداما لدى الأميش. سعر الحصان يتراوح ما بين 2,000 و10,000 دولار حسب نوعه وسرعته وأصله. أما العربة فهي من صنع رجل أميشي امتهن هذه الحرفة، وتباع بأسعار توازي سعر السيارة الصغيرة المحرمة عندهم. فالعربة تمنح أعضاء الطائفة شعورا بالهوية والانتماء إلى مجموعة تعيش بأسلوب قد لا يفهمه كثيرون. الأرض بالنسبة لهؤلاء هي الحياة برمتها، إذ تمتد محاصيل الذرة مثلا على مد البصر كسجادة خضراء فرشت على الأرض. لكنهم يعانون من ارتفاع أسعار الأراضي الصالحة للزراعة، مما جعل بعض الأميش يبحثون عن آفاق استثمارية جديدة وعن أراض أقل تكلفة وأكثر عزلة في الأرياف المجاورة. بيوت الأميش ريفية الطابع، منزل مستقل يتربع وسط الحقل، وبجانب البيت إسطبل للخيول والبغال التي يستخدمونها في جر عرباتهم وحراثة حقولهم، فحيواناتهم جزء أصيل في تكوين العائلة والبيت. ولا تخلو معظم المنازل من هذه الصوامع بشكلها الأسطواني أو المخروطي، حيث يتم فيها تخزين الحبوب خلال فصل الصيف لاستخدامها في الشتاء. الأميش طائفة دينية فرت من أوروبا صوب الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتحديد ولاية بنسلفانيا. هؤلاء هم أحفاد المهاجرين من الألمان الذين استقروا في المنطقة خلال القرن 18 بعد أن قُبلت طائفتهم بالتكفير وحكم على معتنقيها بالإعدام، مما حدا بهم إلى الفرار بمعتقداتهم إلى بلد الحريات. الأميش الأوائل جاءوا إلى ولاية بنسلفانيا أوائل القرن 18 بدعوة من ويليام بين، المالك والمسؤول الإداري لمستعمرة بنسلفانيا آنذاك، للقدوم إليه هربا من بطش أوروبا. قال لهم بين: إذا استوطنتم في بنسلفانيا سنعطيكم الحرية الدينية، لهذا جاءوا إلى هنا. الأميش فروا من أوروبا بعد أن تم الحكم عليهم بالإعدام، مما دفعهم للفرار، فقد كانوا يعتقدون أن الطوائف الأخرى بدأت بتحريف ما ورد في الإنجيل من خلال استخدامهم للأشياء الحديثة. أسس المنتمون لطائفة الأميش في ولاية بنسلفانيا الأمريكية مجتمعاً متماسكاً ومحكوماً بمعتقداتهم الدينية، يتنقلون بعربات تجرها الخيول أو على متن دراجة هوائية. لا مجال للسرعة هنا، أو بالأحرى لا يجوز بحسب معتقداتهم استخدام أي شيء يتسارع ضد قوانين الطبيعة، فقيادة السيارة وما شاكلها من المحرمات لأنها تسير بسرعة تفوق السرعة التي أوجدها الله في الطبيعة. السيارة سريعة جدا وهي من منتجات الحداثة. لقد تربينا على استخدام الخيل لأنها موجودة منذ الأزل. أجدادنا الأوائل استخدموا الخيل والعربة، ولهذا لابد أن نستمر ونواظب على استعمالها ونبتعد عن مظاهر الحداثة.
ليس لدى الأميش أي شيء ضد التكنولوجيا، هم يؤمنون بأن علينا التحكم بالتكنولوجيا وليس أن تتحكم التكنولوجيا فينا، وما يتم اختراعه حديثاً يتباحثون فيه ويناقشون مدى تأثيره على حياتهم، فإذا كان يؤثر سلباً على معتقداتهم فلن يتبنوه، وهذا ما يفسر حقيقة رفضهم لبعض الأشياء. في المقابل هناك بعض بيوت الأميش يستخدمون ألواح الطاقة الشمسية رغم أنها حديثة، لكنهم يستخدمونها. المؤسسات في طائفة الأميش تهتم فقط بما يتعلق بالشأن الصحي والتعليمي والقضائي، فمعتقداتهم الخاصة تجعلهم زاهدين في الانخراط بالشأن الأمريكي العام. ولكونهم بعيدين عن المؤسسات الحكومية الأمريكية وعن الاختلاط بباقي أطياف المجتمع، أسسوا لأنفسهم مدارس خاصة حيث يتلقون التعليم الابتدائي والإعدادي، فيها يدرسون العلوم والتاريخ والرياضيات والدين، وقد منحتهم المحكمة الأمريكية العليا حق التعليم والالتحاق بالمدارس غير تلك التي نعرفها. المحكمة العليا الأمريكية أقرت قانوناً عام 72 تقريباً يمنح الأميش حق الالتحاق بمدارس خاصة بهم من المستوى الأول إلى المستوى الثامن. جورج ليدر حاكم ولاية بنسلفانيا أجاز لنا قانوناً يقضي بعدم ذهابنا إلى المدارس الحكومية حتى سن 17 شرط أن نلتزم بالتعليم في مدارسنا الخاصة، وإذا بقينا فيها حتى سن 16 أو 17 وتلقينا تعليمنا في المنازل مع الأهل، وقتها لا يتوجب علينا الالتحاق بمدارس الدولة. تميل نسبة كبيرة من شبان الأميش إلى الاستقرار في الطائفة، لكن يسمح لهم في سن 18 بالخروج واستكشاف العالم الخارجي واختيار طريقهم، إلا أن 4 من بين كل 5 شبان يقررون البقاء ضمن طائفة الأميش. لديهم ما يسمى رامسبرينغا، ويعني حرفيا فترة تجربة الأميش في سن المراهقة بتعلم أشياء غير تلك التي ألفوها في أسلوب حياة الأميش، ويمكن لهم أن يرتدوا ملابس حديثة أو يفعلوا أي شيء لم يكن يسمح لهم فعله في حياة الأميش، فقد كان ذووهم يحجبون عنهم تلك الأمور في تلك الفترة حتى يخرجوا ويختبروا الحياة الحديثة. تحبذ العائلات الأميشية استمرار نمط الأسرة الكبيرة، وتشير أرقام غير رسمية إلى أن متوسط عدد أفراد العائلة الواحدة يصل إلى 7. الزواج بالنسبة لهم فرض والطلاق محرم. يتزوج الأميش فيما بينهم ولا يتزوجون من الخارج، ويكون الزواج بالاختيار وليس مرتبا لهم، ولا طلاق عندهم، فالزواج يكون مدى الحياة. عندما يبلغ المنتمي لطائفة الأميش سن 16 ينهي بذلك مراحل التعليم ويبدأ مشوار حياته العملي بتعلم مهنة الأب والجد والمقتصرة على الزراعة وتربية الحيوانات وأعمال البناء والتجارة. هذا الشاب يساعد والده في حصاد هذا الموسم، يجر العربة ويحملها بمحصول هذا الشهر من التبغ، إذ تشكل الزراعة مصدر الدخل الرئيسي لأغلبية الأميش. آخرون قرروا العمل بالتجارة وبيع منتجات صنعتها أيدي أفراد العائلة لتباع للعامة. هذه العائلة تبيع المربى والعسل والخضروات والصابون وبعض المنتجات الخشبية التي تمثل الثقافة الأميشية بامتياز. هنا في مقاطعة لانكستر يعيش أقدم تجمع لطائفة الأميش في ولاية بنسلفانيا. تضم هذه المقاطعات مناطق زراعية شاسعة استوطنها الأميش الأوائل في العشرينيات من القرن 18. هنا يتوزع أفراد الطائفة على عشرات التجمعات السكانية التي تعيش كل منها باستقلالية تامة وفقا لقوانينها الخاصة غير المكتوبة. الأميش يعيشون خارج المجتمع المحلي لكنهم جزء منه، فهم يعيشون على طريقتهم ولا يرغبون بتغييرها منذ 300 سنة،
لكنهم معنيون بالمجتمع المحلي، ففي أي وقت يحدث فيه أي نوع من الكوارث الطبيعية أو أي تجمع للسكان المحليين فهم مرحب بهم بيننا ليعيشوا إلى جوارنا. يتحدث الأميش ثلاث لغات، لغة هجينة وقريبة من الألمانية تسمى بنسلفانيا دوتش، وغالبا ما يتحدث بها أفراد العائلة في المنزل، ولغة تدعى هاي جيرمان وهي لغة الصلاة والدعاء، واللغة الإنجليزية الحديثة التي يتعلمها ويستخدمها طلاب الأميش في المدارس وفي التواصل مع العالم الخارجي. نتحدث الإنجليزية والألمانية بلكنة بنسلفانيا والقليل من الألمانية التقليدية، نقرأ الكتب الألمانية لكننا لا نتحدث بها إلا عند الصلاة. قصة الشعر هذه والذقن الطويلة بلا شوارب وقبعة صنعت من القش تشي بأن هذا الرجل زاهد في الحياة بحسب تعاليم الأميش. تعكس ملابس الأميش الزهد بالحياة، فهي موحدة للجميع، قبعة من القش وقميص وسروال أسود معلق بالحمالات بالنسبة للرجال. لقد كبرنا ونحن نرتدي هذا الزي، تعاليمنا الدينية تحثنا على البقاء على الهيئة التي كبرنا وتربينا عليها، أباؤنا وأمهاتنا ربونا على هذا النمط، هذه ملابسهم التي اختاروها لنا. الأزياء الأخرى تمثل الحداثة وتنص معتقداتنا على الابتعاد عنها باعتبارها غريبة ولا تمثل هويتنا الأصلية. أما الإناث البالغات والنساء فيلبسن زيا محافظا، أكمامه طويلة وفضفاضة تغطي ثلثي الجسم، وتعتبر الزوجة هي المسؤولة عن تفصيل هذه الملابس التي لا يتعدى سعرها 30 دولارا، وتنجز القطعة الواحدة منه خلال 45 دقيقة. لدي أطفال كما ترى، ويستغرق صنع ملابسهم بحدود 45 دقيقة. الزينة والعطر والقلائد وما إلى ذلك غير موجودة في أزياء الأميش، فالتقشف باللباس والمساواة به رمز ديني يقدسه أبناء الطائفة. يوم السبت هو يوم المواعدة بين العزاب من كلا الجنسين، فبعد بلوغ سن 16 يرتدي الشاب الأعزب ملابس نظيفة وقبعة سوداء وأحيانا ربطة عنق، ويجهز عربته لاختيار زوجة المستقبل. وكذلك العروس المفترضة تستعد بتسريحة شعرها ولباسها التقليدي البسيط الذي يعكس حياة الطائفة. الصلاة تتم يوم الأحد من كل أسبوعين، لا كنائس هنا ولا معابد، إذ يتم الاتفاق على الصلاة في منزل إحدى العائلات بالتناوب، حيث تتوافد عربات الخيل إلى المكان المقصود. يوم الأحد تبدو شوارع البلدات التي يقطنها الأميش خالية تماما، فهم يستريحون من جميع أنواع الأعمال، ويقتصر يومهم على الزيارات العائلية فقط. كل يوم أحد من كل أسبوعين نذهب إلى الصلاة، وبعد الظهر نقضي وقتنا في زيارة الأهل والأقارب، وأحيانا يأتون هم لزيارتنا في منزلنا. الأطفال يلعبون معا، يلعبون البيسبول أو يسبحون أو أي شيء يرغبون القيام به. يوم الأحد هو يوم عطلة، لا نعمل أيام الأحد. يسمح للأميش بزيارة الأطباء والمستشفيات وتلقي العلاج مهما كان نوعه، رغم أن بنيتهم الجسدية قوية، ونادراً ما تتفشى بينهم أمراض السمنة أو السكري أو الضغط، أي أمراض العصر الحديث. فهم يمضون أيامهم بعيداً عن المكاتب وعن التكنولوجيا وما تجلبه من أمراض ارتبطت بالحياة الحديثة. أما التأمين الصحي والتأمين على المشاريع وما إلى ذلك فهي غير واردة في قاموس الأميش، إذ يتكفلون بدفع تكاليف العلاج من خلال صندوق يتبع لهم، وتجمع فيه تبرعاتهم
لتسد حاجة من يتعرض لحادث أو يصاب بمرض عضال. الطائفة تساعدنا عند الحاجة إذا كان لدينا شيء طارئ. الآمش يعطون المال لراعي الطائفة ويضعها في صندوق خاص مرتين في العام، وإذا احتاجها أحد لدفع فاتورة مستشفى فإنه يأخذ المبلغ المطلوب من الصندوق. نحن نؤمن بمبدأ التكافل الاجتماعي، نعتقد أن الطائفة يجب أن ترعانا. لدينا نوع من التأمين تحت مظلة جماعة الأميش، ليس مكلفا تماما كما الحال في نظام التأمين التقليدي، فنحن نحصل على مبلغ التعويض ما احتجنا. هم لا يؤمنون بالتأمين، يؤمنون بأن الطائفة ترعى نفسها، فلديها صندوق تعويضات، فإذا كان لديهم مصاريف علاجية ويحتاجون المال يأخذونه من ذاك الصندوق. هم لا يؤمنون بأي نوع من أنواع التأمين الحكومي أو ما شابه. العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأميش مع جيرانهم يحكمها حسن الجوار واحترام الآخر وتبادل الهدايا والأعطيات حتى لو كانت ثمرة بطيخ. نتواصل مع جيراننا، يأتون عندنا أو نزورهم، لدينا علاقات طيبة معهم، نتبادل معهم البطيخ أو الكعك، نحن أصدقاء، لا نتشارك معهم في المعتقد لكننا نحييهم دوما ونتبادل التهنئة معهم في عيد رأس السنة. رغم صعوبة حياة الأميش من منظورنا على الأقل، فإن أبناء الطائفة يرفضون حتى الانخراط بالعمل في المؤسسات والدوائر الحكومية. لا أعتقد ذلك، أحب هذا، أحب أسلوب حياة الأميش، لا أعلم لماذا، هكذا ترعرعنا وعشنا. حسناً، لقد ولدنا وتربينا أن نكون من الآمش، وأحب أن أبقى كذلك. حتى الأوراق الثبوتية لأفراد الأميش غير مرحب بها في جيوبهم، فهي تمثل خرقاً لمعتقداتهم. كما ورد في العهد القديم، لا يمكنك حمل شيء فيه صورة شخصية لك أو لأي شخص آخر، لأنها تمثل مجسماً لك، وحملها محرم بالنسبة لنا. يمكنهم الحصول على هوية شخصية بلا صورة في ولاية بنسلفانيا، الهوية مثل رخصة القيادة العادية، لكن لا تتضمن صورة شخصية. عذرية الحياة عند طائفة الأميش تبعدهم عن هموم السياسة والانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكن لأغلبية الأميش ميول نحو الحزب الجمهوري، فهم يرونه حزبا محافظا ويعتبرون ترشيح الديمقراطيين لامرأة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية خرقا لعقيدتهم التي لا تجيز للمرأة أن تحكم. إذا ما تحدثنا عن الانتخابات فمعظم الآمش ذوي ميول جمهورية. هيلاري كلينتون امرأة، وهذا ليس بالأمر الجيد، لأننا نعتقد أن المرأة لا يجب أن يكون لديها السلطة لحكم البلد، ولأن الرجل وجد أولا. يمكنهم التصويت، لا شيء يمنعهم من ذلك، نصوصهم الدينية لا تمنعهم من التصويت، لكن الانتخابات العامة تجرى في نوفمبر، وهذه الفترة من العام تصادف فترة حفلات الزفاف. القس الأميشي لا يمنع أحدا من التصويت بدلا من حضور حفل الزفاف، بكل تأكيد يحق لهم التصويت. بسبب ابتعادهم عن الحياة العامة لم يعد للآميش وزن في الحياة السياسية في الولايات المتحدة، وهم بطبيعة الحال ليسوا على قوائم زيارات المرشحين في الانتخابات. هكذا عاشوا لثلاثة قرون وهكذا سيبقون، إذ أن هموم السياسة لا تزال بعيدة كل البعد عن أبواب الأميش. هم يفضلون تبادل الزيارات بعد انتهاء يوم عمل طويل يبدأ مع شروق الشمس وينتهي مع غياب آخر خيوطها.